السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عبر شاشة قناة السعودية. ليالي رمضان ومعكم من ساحة الجيري في الدرعية التاريخية، أسعد أن أكون معكم أنا وزميلتي العزيزة هنا الركاب. حياك الله. حياك الله فيصل، وحيا الله مشاهدينا الكرام اللي تابعونا من كل مناطق مملكتنا الحبيبة ومن خارجها. نقول لكم تقبل الله منكم الصيام والقيام وأعاننا وإياكم على بقية أيام الشهر الفضيل، ويا هلا ومرحبا بكم معنا اليوم في ليلتنا العاشرة من ليالي رمضان، هذا البرنامج المنوع الذي نسعد من خلاله بصحبتكم جميعا. اليوم إن شاء الله معنا ضيوف رائعين حيطفوا طبعا الجمال على ليلتنا. معنا الأستاذة كريمة طبعا، ولها من اسمها نصيب، كريمة بخاري، وهي كريمة ما شاء الله بالتطوع وبالعمل التطوعي. الله يعطيك العافية وحياك الله معانا اليوم. الله يسلمك، يا مرحبا، أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. وطبعا أبو صالح اللي هو فناننا السعودي الرائع محمد الكنهل، مساك الله بالخير أبو صالح، يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا ومساكم الله بالخير، و نقول العشر مباركة الآن. احنا أيوة في عشر رمضان. أنا في العشر. أي أيوة والله، العشر مباركة على الجميع إن شاء الله. آمين. آمين. الله يتق راح رمضان، الله يشرفه. أي أيوة والله. الله يشرفه. حياك الله يا أبو صالح، تشرفنا فيك. يا هلا وسهلا. كل هذول ضيوفنا المميزين معنا في حلقتنا لهاليوم. سعد ومسعد. ومسعد، حياك الله يا أم سعد. يا هلا ومرحبا، نرحب فيك أم سعد بالتأكيد. أيضا يعني من ضمن الأسر المنتجة اللي شاركونا في الحقيقة في كل الحلقة. دلعتنا اليوم أم سعد، جايبت لنا الجيمات. إيه؟ وجايبت لنا شاي شاي باللومي عن طريقة أهل الكويت، وجايبت لنا دولمة عراقية. اليوم في يعني عندنا حاجات مميزة. حياك الله يا أم سعد. نحن لو نبدأ معك أستاذة كريمة ونتكلم عن أهمية العمل التطوعي، يعني دائما الناس خلينا نكون صريحين انه يحرصوا على عمل الخير في شهر الخير، وهذا اكيد شيء محبب، ولكن ايضا عمل الخير مفروض انه لا ينقطع طيله الايام وعلى مدار العام، صح ولا لا؟ اكيد العمل التطوعي حقيقه السعاده الانسان يحس فيها، وانه بحس انه بيرد شيء لبلده لمجتمعه، يعني ما لها قياس ولا سعر حقيقة. فنعم في رمضان تكثر الزكاة، تكثر الصدقات والحمد لله، بس على مدار العام الجمعيات الخيرية المفروض يلجأوا لها الناس أكثر، لأنها مصدر ثقة، لأنها من تحت الدولة، وزارة الشؤون دائما عندنا ميزانيات، عندنا دائما معروف إيش دخل، إيش طلع، في إيش المدفوعات، إيش الصدقات، الناس المحتاجين. الآن وحدوها كلها عام مثلا، فصارت كل جمعية، يعني ما نقدر، ما يصير في دبل، ما يصير في ناس والله يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا. فبالتالي ندخل على الأساس نسجلهم المدني، ونقدر نعرف هل هم مستحقين، كم فرد في العائلة، إيش حالته المادية حقيقة. وكثير من الناس لو أحد جاء يعني طلب منهم شيء يرجعوا لنا يقولون لو سمحتم كنت تحققوا لنا. فأخصائيات أنا ما شاء الله عليهم حقيقة، يروحوا على البيوت ويروحوا يشوفوا البيت بنفسهم. ما شاء الله. أنت عضو في أي جمعية؟ والله أنا عضو في جمعية الوفاء، جمعية أيتام، جمعية بنيان، جمعية مودة. ما شاء الله. لأن مودة الله حقيقة تهتم بالطلاق، فكل جمعية والعمل الخيري، حتى لو إنهم كفاية ندفع إحنا فقط يعني الاشتراك العضوي. طيب جمعية الأطفال، عفوا الأيتام، معروفة أنها تهتم بالأيتام. جمعية الوفاء، الوفاء عندنا عوائل، إحنا الوفاء وجمعية النهضة، إحنا متقاسمين الرياض عامة. أيوة. والآن في جمعيات كثيرة ما شاء الله تهتموا بالأسر. الأسر عامة بشكل عام. بشكل عام. مودة بالمطلقات. مودة بالمطلقات. وبنيان. بنيان زي الوفاء الخيرية وزي النهضة. في جمعيات أخرى كثير بنسمع عنها عامة. نعم. لأنه مرة طلعنا وفد مع المملكة، فكان حوالي عندهم بالآلاف، بالمئات الألوف، مو بالآلاف. ما شاء الله. فيعني فالدولة الآن زي توجهها إنه بتعطي للجمعيات زي ما يقولوا عامة تصريحات، ولكن زاد في تخصصات أصبح الآن. أيوة. فأي اهتمامك رغبتك تدخلي فيه عامة. طيب أستاذ كريم، يمكن نتكلم أيضا عن نقطة مهمة اليوم. المجتمع بشكل عام يمكن هو نقد، لكن نبغى نسمع الإجابة. نعم. منك يقول لك والله الجمعيات كثيرة في البلد، لكن إحنا ما مش جالسين يعني نشوف ونشاهد نشاطاتها،
مع العلم لما ندخل حنا إلى داخل الجمعية نشوف ما شاء الله برامج ونشاطات كثيرة وكبيرة لهذه الجمعية، فين الجاب اللي بينكم وبين المجتمع؟ إحنا دائما سبحانه وتعالى حتى بالنسبة للدولة أعمالنا دائما بصمت، ما عملنا إحنا فقط نبغى الشهرة والطنطنة، لا، عملنا دائما نوفي باحتياجات الناس زي ما يقول عامة، يكونوا محتاجين ونؤدي العمل على أكمل وجه، ولكن زي ما يقولون والله نبغى نعمل إعلانات، لا، يعني مو هذا هو العمل الخيري حقيقة. صحيح. العمل الخيري وفي للأسف الشديد إحنا بيضرنا أوقات الإعلام الجرايد، يجي يشوف حالة هنا ولا هنا، نازحين من مناطق مختلفة في المملكة، فيقول في سعودي كذا كذا، تعال تحقق أول شيء، أسأل الجمعيات، أسأل بني آدم، فهذا اللي ينقصنا في بعض الأوقات. صحيح. وإذا كان ما في هذا المفروض يكون في تغطية أكثر، يعني عامة لما يكون في عندنا أي شيء، بس إحنا لا نسعى حقيقة لذلك، لأنه بدل ما نحط إعلان في الجريدة يكلفنا 50,000، يعني لو يعطونا إياه خيري حقيقة أو أي شيء إعلانات، والله بالعكس ما عندنا مانع، يلا عشان نجذب أصحاب الصحف الحين سامعين الكلام، لازم تساهموا معاهم في إعلانات خيرية، وهذا أكيد. صحيح. يعني من المسؤولية الاجتماعية، والله الصحف ما تقصر، الصحف والله ما تقصر يعني أكيد إن شاء الله. أبو صالح ما دريتها. أيوة. يلا حيهم. هذه اللزمة. هذه اللزمة. نعم. أبو صالح حياك الله معنا، وأنت يعني من الممثلين الجميلين، طلتك أيام طاش وما دريتها وما شاء الله وأعمال أخرى كثيرة، اليوم كيف تشوف الأعمال الرمضانية في هالموسم في رمضان؟ والله حقيقة أنه طبعا مثل ما تفضلت أنه موسم رمضان غزير بالأعمال الدرامية أكيد. والكوميدية أيضا على مستوى جميع القنوات. نعم. الأعمال، خلينا نتكلم عن الأعمال المحلية طبعا السعودية، الحقيقة وجود طاش مطاش في فترة معينة أثر الساحة الفنية خلينا نقول، وكان له طبعا مشاهدة، ونحن نعرف جميعا أن طاش كان له انتشار على مستوى العالم العربي وليس الخليجي فقط. بعد ما توقف طاش بدأ هنا وهناك بعض المسلسلات اللي أنا أقدر أقول خرجت من عباءة طاش مطاش، سواء في الفكرة سواء في حتى أحيانا أغلب الشخصيات تقريبا. على سبيل المثال سيلفي الآن مثلا، ولا يزعلون زملائي، سيلفي ناجح ومشاهد ما نقول لا، ولكن يمكن الاسم فقط تغير، لكن يبقى كأنه طاش مطاش من غير السدحان يعني. طبعا بشكل عام إجابة على سؤالك، أنا أشوف أنه ظاهرة صحية انتشار الأعمال المحلية على مستوى القنوات، وهناك أعمال فعلا متابعة. أنا أقول شباب البومب على سبيل المثال أيضا له نجاح وله مشاهدين بالملايين، مشارك في حلقات، أنا مشارك كضيف شرف معهم في حلقة واحدة فقط، وأيضا أصعب قرار مسلسل درامي كلها على روتانا خليجية. جميل. نسوي دعاية طبعا معلش. أيوة. على قناتنا ما تتابع مسلسلاتنا وبرامجنا، ما تتابع سناب شات؟ لا اكيد. القناة السعودية هذه قناة الام. ايوه. هذه اللي ترعرعنا وتدربنا وعرفوك الجمهور، عرفونا الجمهور من القناة السعودية. صحيح. ولا يمكن احد ينكر فضل القناة السعودية. نعم. قبل حتى تواجد القنوات كلها. صحيح. يعني انا يمكن ولا اكبر نفسي، يمكن من الرعي الاول اللي حتى لما كان ايام الاسود والابيض. نعم. بديت في بعض الاعمال. نعم. انت من جيل العمالقه يا ابو صالح. الله يطول عمرك. الله يعطيك طول العمر ان شاء الله. شكرا لك. خلينا نروح الحين لزميلنا خالد الجبر المتواجد هنا في ساحه البجيري، واليوم عنده فعاليه جميله اتوقع عن البيئه. شكرا زملائي فيها ما شاء الله حراك ونشاط واطفال. يلا يا خالد هات ما عندك. شكرا لزملائي في الاستوديو، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في اليوم العاشر من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. عدت هذه الايام العشر ايام الرحمه، اللهم ارحمنا ان شاء الله وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والصيام والقيام. اليوم انا موجود في فعاليه اليوم العالمي للبيئه تحت شعار انا مع الطبيعه. ما شاء الله تبارك الله، اليوم ساحه البجيري متزينه في هذا الموجود من المشاتل والاشجار والورود. تحدث اكثر عن هذه الفعاليه، يسعدني واياكم مشاهدينا الكرام ان استضيف الاستاذه هدى البقمي، وهي مستشاره في وزاره البيئه والمياه والزراعة. بالبداية رحب فيك أستاذة هدى، خلينا نتحدث عن هذه الفعالية. اليوم أنتم نازلين للناس
وش جايين تقدمون للناس؟ هلا وسهلا أخوي خالد. الفعالية اليوم هو الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت عنوان أنا مع الطبيعة. هي محاولة لتأصيل العلاقة بين الإنسان والطبيعة وأنه جزء منها، ومحاولة أنه نخبر الأطفال أو نوعيهم عن أهمية الطبيعة ومواردها، ما معنى الطبيعة. لذلك عندنا في الفعالية العديد من الأركان، منها ممكن الاستفادة من النفايات اللي موجودة بحيث أنه يخلق منها تحف أو هدايا أو أعمال فنية جميلة، بالإضافة إلى أنه الاستفادة مثلا من النباتات الزراعية في المنزل، الرسم والتلوين، كمان ممكن أنه يستفيد أو يسأل الطفل عادة إيش أنواع أو ما هي طبيعة أو إيش أجزائها، ويعطى اللي هي مادة الصلصال بحيث أنه يحاول يصنع تصوره عن البيئة ومحتوياتها. جميل. ليش أستاذة هدى اخترت الطفل أو النشء بالذات؟ عادة الطفل هم الأجيال، هم صناع المستقبل الأطفال، فلذلك لابد أن نغرس فيهم البعد البيئي. هي ثقافة تحتاج إلى عملية مستمرة، لذلك كان الهدف عندنا هو التوجه إلى الطفل. طبعا راح يكون موضوع التوعية مستمر، لن يبدأ فقط هذه، لن تكون هذه النهاية، وإنما هي عملية مستمرة. نعم. طيب انتم موجودين لمدة كم عشان الناس بس اللي تتابعنا تعرف؟ احنا راح نستمر لمدة 3 أيام ان شاء الله، بداية من اليوم، من الساعة 10 الى الساعة 1 صباحا. طبعا كل الفعاليات ستكون قائمة وموجهة للأطفال. كان معي هدى البقومي وهي مستشارة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. مشاهدينا الكرام، انتم تتابعون قبل قليل مع مصورنا حمدان فعالية المزارع الصغير والمزرعة المائية، غذاؤك من بيتك، في اقبال كبير ما شاء الله من الأطفال. ويسعدني ان التقي ايضا في المهندس عبد العزيز المقبل، مدير التخطيط البيئي والمرافق العامة بالهيئة العليا تطوير مدينة الرياض. مهندس عبد العزيز، رحب فيك معنا في برنامج ليالي رمضان. نقول لك اليوم انتم ما شاء الله تبارك الله شريك وشريك فعال في البيئه، ولا شك انه ما نشاهده في مدينه الرياض من 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 حراك ومن اهتمام. اليوم انتم مع وزاره البيئه، حدثنا عن هذه الشراكه. بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب في الحضور والمشاهدين. في الحقيقة الهيئة العليا تطوير مدينة الرياض نظمت هذه الفعالية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن اهتمامات اللجنة العليا لحماية البيئة. طبعا احد برامج ال50 برنامج اللي تقوم عليه اللجنة بمتابعتها برنامج التوعية والإعلام البيئي، وهناك عدد من المناسبات البيئية التي تقام أو تعقد بشكل سنوي. واليوم لدينا هذه الفعالية أو هذه المناسبة اللي هو اليوم العالمي للبيئة، ويصادف في 10 من رمضان، وهو في ويوافق 5 من يونيو. طبعا الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن برامجها أو ضمن خطتها البيئية في مدينة الرياض تسعى لرفع الوعي البيئي، أيضا تسعى بالاهتمام بالبيئة، تسعى بالاهتمام بالموارد الطبيعية وغرس المفاهيم الأساسية لدى الأطفال. شكرا جزيلا مهندس. الله يحييك. كان معي المهندس عبد العزيز المقبل وهو مدير التخطيط في هيئة تطوير مدينة الرياض. مشاهدينا الكرام، هذا كان ما لدي، والصورة التي كانت تتحدث معكم على الهواء مباشرة من برنامج ليالي رمضان. الآن أعود للزملاء في الاستديو، إليكم الصوت والصورة. إذن مشاهدينا الكرام سنكون معكم، ولكن نذهب إلى موجز لأهم وآخر الأخبار ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعدنا معكم في ليلتنا 10 من ليالي رمضان مع ضيوفنا الكرام أستاذة كريمة وفناننا محمد الكنهل. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. أهلا بك. خلينا نرجع نتحدث شوية عن العمل التطوعي، وما شاء الله يعني أنا من خلال ملاحظاتي الشخصية في الآونة الأخيرة صرت أشوف أنه في كثير من الإيفنتات اللي تسويها الجمعيات الخيرية أشوف ما شاء الله شابات متطوعات دائما متواجدات. يعني ما شاء الله الحلو في الموضوع انه التعليم بدا يطالب
الطلبة عامة في الجامعة تعتبر لهم ساعات، وبالنسبة للتعليم العام صار في شيء اسمه إيش؟ مبدأ التطوع. حلو. فهذه الأشياء كلها إيش؟ بتعرف المجتمع أكثر على التطوع وبنخرطهم بشكل أصغر. ممتاز، يعني فعلاً أنه تحسي أنه ما شاء الله بدأوا يفهموا ثقافة العمل التطوعي وبدأ هالشيء يعني ينتشر في المجتمع. ايضا هناك يعني احنا قلنا الصحف، وخلينا نتكلم بكل صراحه معلش، وهذه دعوه ان شاء الله الى الخير بما فيه المصلحه للجميع. مؤسسات الخاصه عليهم جزء كبير من المسؤوليه الاجتماعيه، وفي منهم طبعا يعني ما شاء الله تبارك الله لهم باع في هذا الجانب وما يقصرون. صح يعني حضرتك من خلال خبرتك ما فيها شيء لنذكر اسماء، لانه بالعكس هذا الشيء يعني مو للمباهاه ولكن للقدوه. وايضا اذا ودك تدعي كمان مؤسسات خاصه انهم ينضموا الى العمل الخيري. حقيقه احنا دائما انا يعني احب اشكر الملتقى، لانه هذه لها كم سنه الان، في شهر رمضان تخصص 20 يوم لكل الجامعات الخيريه. استاذه لمى العقاد. لمى العقاد ما شاء الله عليها، العشاء الخيري عليها، والريع للجمعيات. ممتاز. حتى احنا جمعيه الوفاء نقول لها احنا ما نبغاها في رمضان لانه في زحمه عامه وفي كثير، فبالتالي ممكن تعطينا اياها ايام السنه. ما عندها مشكله. ممتاز. والريع التذاكر ابدا بيروح عامه للجمعيات. فهذه من الاعمال اللي تعتبر زكاه لاموالها. عامه ان شاء الله. واعمال حسنه خيره باذن تعالى. بالنسبه للعمل التطوعي الفردي عامه او الشباب اللي يسوونه الشباب دائما في عند الاشارات مثلا، يعني بعض الاشياء المبادرات اللي جالسين نشوفها. شوف حقه الاشارات حلوه يعني، فهمتني انه في يعني في تعاون في افطار صائم. جمعيه الوفاء عندنا افطار صائم لعائلاتنا عامه، لكن العمل التطوعي مثلا اللي ايش اللي يطلعوا فيها مثلا نعطي العمال النظافه او نعطي، هذه ما هي انا ما اعتبرها صراحه انه عمل تطوعي حسن بالنسبة لهم، لأنه صاروا عبارة كأنهم شحاتين. بدل ما يؤدي عمله، فبالتالي زي ما يقولوا إيش عنده معاش، عنده حلو أنك تساعده بعض الأوقات، بدل ما تسويها أنه زي إيش عبارة عن ظاهرة. كانوا الدولة مقصرة عامة معاهم ولا أحد مقصر معاهم؟ ما حد مقصر معاهم. يعني هذه اللي لنا اعتراض، ليش الجمعيات الخيرية صح عامة؟ لأنه فيها دراسة، فيها يعني فهمتني أنها ما هي شيء عشوائي، نعم. فيها دراسة، يبحثوا ويشوفوا جي. الحالة. نعم. أبو صالح، أنتم كيف من خلال مسلسلات أيضا تعالجون مثل هالمواقف هذه اللي نتكلم عنها مثلا في الأعمال التطوعية؟ كيف تشوف هالمبادرات الشباب اليوم؟ والله أكيد لا شك أنها مبادرات جيدة وجميلة، وحنا يعني سواء عن طريق الأعمال الدرامية وحتى الكوميدية أي. يفترض انه يكون في حث على هالنوع من الخدمه الجميله. جميل. الخيريه طبعا يفترض انه حتى في المسرح ايضا انه يكون فيه حث ودعم لهالفكره الجميله. لكن انا اقولها بكل صراحه، وانا واحد منهم امس القريب، انه اغلب الفنانين وبالذات الممثلين يشاركون في اعمال خيريه كثيره يعني وتطوعيه بالذات. أنا بالأمس كنت في عمل تطوعي خيري في أحد الإشارات في الرياض، قدمنا الإفطار لمجموعة من السائقين ما شاء الله. عند الإشارات. يعطيكم العافية. ممتاز. ما شاء الله، بالعكس هذا شيء جميل، يعني هي أنه الكل يشارك من باب المسؤولية الاجتماعية، إعلاميين، فنيين، مؤسسة، قطاعات خاصة، بنوك. وينكم يا البنوك؟ بنوك يعني ما شاء الله عليهم. أنا أشوف يعني تجينا دعوات كعملاء في البنوك. نعم. لإفطارات ولسحورات وأشياء فاخرة ورائعة وما يقصرون، بس إحنا نتمنى يعني العميل عندكم ما هو محتاج لدعوة على الإفطار أو على السحور، أكيد نقدر، ولكن لو تروح للخير أو للأيتام مثلا أو للجمعيات لأسر محتاجة أنكم تدعوهم إلى يوم إفطار أو يوم سحور، أتوقع وهذا رأيي شخصي يعني بيكون أجمل وأوقع لكم الأجر. أو تبني مشروع عامة. تبني مشروع مشاريع إسكان، تبني مشاريع للناس المحتاجين. هو في البعض، إحنا ما نعمم، هو في بعض لديهم مسؤولية اجتماعية. لا والله في كثير مقصر أنا حقيقة. أي. يعني إحنا نعرف الوجوه الخير، ولكن السواد الأعظم للأسف ما في نوع للأسف من التقصير شديد يعني. طيب. حفلة حفلتين. أي. بس خلينا نتكلم أيضا عن جانب مهم، وهو يعني الجوائز اللي نشوفها والدولة تبادر مشكورة في دعم الجهات اللي تقوم بأعمال تطوعية. اليوم كيف تشوفين أيضا اهتمام الدولة في الجانب التطوعي؟ لا ننسى وزارة الشؤون الاجتماعية
تقدم هالجانب. نعم، الدولة حقيقة احنا من يعني الحمد لله من الدول اللي خاصة لما سافرنا برا، اقول لك يعني لما طلعنا وفد وشفنا وقارنا يعني هم يعني قالوا يا بختكم، يعني احنا ما نتعب كثير حقيقة، لأنه الدولة دائما في عطاء لجميع الجمعيات الخيرية مبالغ تغطي كسوة شتاء، كسوة في مدينة كذا، إذا كان عندنا أسكان، كان عندنا بيت عنف، بيت إيواء للمعنفات، الدولة قائمة فيه من وإلى يعني. فبالتالي الدولة ما بس إنه الآن المفروض نتجه إنه تكون مؤسسات غير ربحية، إنه إحنا بنحاول نبني نشتري عمائر كذا على أساس إنه إيش نقوم على أنفسنا عامة. صحيح. فبالتالي إحنا ليش نطالب أنا دائما البنوك؟ لأنه البنوك يعني أموالنا عندكم يا جماعة الخير، فبالتالي ردوا فقط للمجتمع ساعدونا في الإسكان. صحيح. يعني لا نحتاج إلى مبالغ وجميع الجمعيات. صحيح. ليش نختص البنوك؟ لأنه يعني نعم. ما في ربح، ما عندنا فائدة من البنوك. نعم. فبالتالي ترجع المجتمع بهذا الشكل. صحيح. أنا بدي أرجع أسألك شوية، بما أنك أنت اللي فتحت الموضوع وأنت اللي جبت الطاري، أنا ما قلت شيء، أنت قلت أنك من أيام الأبيض والأسود. مين أبو صالح؟ أبو صالح. فأنا أبغى أعرف منذ مبطي. منذ مبطي ما شاء الله يعطيك طول العمر، ما شاء الله مبين عليك، ما شاء الله هو اللي قال صح؟ ما شاء الله. طيب. عليك شكرا. أنا أبغى أعرف أنه إيش الفرق بين رمضان زمان ورمضان الآن عند يا أبو صالح؟ يا ويلك يا أبو صالح. لا هو الحقيقة غير زي ما نقول إحنا دائما الزمن الجميل. زمان طبعاً كلنا نعرف أنه الجيران بينهم نوع من الألفة والتكاتف ويعزمون بعض. صحيح. أحياناً حتى الطبخة نشم ريحة طبخة جيراننا، هم يجيبون لنا احنا نجيب لهم. حتى أعياد العيد زمان كانت حتى في رمضان اللي هي فرش السفرة طبعاً في الشارع مثلاً، الجيران كل واحد يجيب أكلته المفضلة أو اللي يطبخها بالأحرى، وكل واحد يذوق أكلة الثاني، تجمع في المساجد أيضا، الطراطيع اللي ما عاد صرنا نسمعها الآن، فرقعات الاحتفال بشهر رمضان، وأشياء كثيرة الحقيقة غابت. الآن أصبح المجتمع يعني يمكن حتى الجيران ما تشوفهم إلا في المسجد أثناء صحيح. الصلاة وكذا، صار فيه شوية فرقة، صار الهدف الاساسي الحياه المدنيه اليوم بعد تغيرت، الهدف الاساسي التجمع حول التلفزيون اكثر شيء. نعم. يشوفونكم متابعه الاعمال الدراميه، يشوفوننا يشوفون طيب. يشوفون وجهي يعني. طيب ابو صالح انت لك ما شاء الله علاقه وطيده مع المواقف الطريفه دائما، ها؟ اها. وش مواقفك الجديده اليوم؟ والله في موقف الحقيقه قريب ما هو بعيد يعني، اثناء تصوير عمل محلي خارج المملكه، وكنا طبعا جروب ساكنين في فندق، فجت سياره اللي تنقلنا للوكيشن التصوير، فزهموا علي طبعا، كلموني بالغرفه ويلا يا محمد بسرعه، يا محمد استعجلنا كذا، ترى احنا متاخرين الى اخره. فانا جيت الاسانسير لقيت والله في الدور السابع وعلى بال ما ينزل، فقلت انزل بالدرج اسرع لي يعني. فنزلت بالدرج طبعا مسرع، في واحده من اللفات كان في خواجه مع طبق بيض، صدمت فيه طاح الطبق البيض. انا طبعا مع الربكه بتأسف له طبعا بالانجليزي، فقلت له شرب طبعا كل ما فاغضبته، بدل ما اتأسف له اقول له شرب. انت قلبت الموضوع كله. قلبت الموضوع، فهو طبعا طاح الطبق. انت تقول له شرب. ثقافتك اسبانيه الله. اسبانيه لا ارجنتينيه. ايوه. المهم هذا ضربني كف، والكف ذا دار درت ثلاث دورات. ايوه. ونزلت مع الدرج الدربه، وصلت بدري. وصلت اقول لك بسرعه غريبه، وركبت الباص وقعدت كذا. فقالوا ما شاء الله وش السرعه ذي؟ قلت له ولا شيء. قالوا وش الحمرة اللي في خدك؟ قلت له مكياج بس. ما شاء الله. يعطيك العافيه يا ابو صالح. انا ابغى اسالك نفس السؤال، وبما انك انت بنت الحجاز يعني ايش اللي تغير في رمضان وزمان والحين؟ والله جماعات الاهل يعني هذا اللي بنلمسه، وما بنشوف الناس بيعزموا بعض اكثر يعني، خاصه الاهل اللي الجيل الصغير بيتقل عامة من الروحة عند الأهل، بيستسهلوا يروحوا مطاعم، بيستسهلوا يروحوا يعني خيمات رمضانية وكذا يعني. هذا للأسف الشديد اللي مرة يحزن أو يزعل في كثير من الأطباق. بس هذه سادة كريمة موجودة في كل المجتمعات الآن، خاصة المجتمعات المدنية اليوم، ومع التواصل الاجتماعي ومع التقنية نحافظ على عاداتنا وعلى تقاليدنا، صلة رحمنا. صحيح. نعم. ومن ديننا والأطفال ترى حب الأهل
لا يعوض ولا يقاس بسعر أو ثمن. صحيح. لما يحس بحب أجداده وجدات والخالات والعمات هذا ما له مقياس. صحيح. يعني قد ما أخذته برا قد ما شريت له ألعاب الحب هذا والشعور مين حيحبه أكثر من أهله؟ صح. والأكلات يعني صاروا يستسهلوا ما عادوا السمبوسات الشغلات هذه كذا يستسهلوها ويشتروا من محلات غريبة عجيبة حتى قد استغرب مش عرفني دي البني آدمة أهي صحيح كيف طبخها كيف تطبخ كيف مطبخها كيف إن يعني والفوانيس عندكم في الحجاز أيضا لها نكهة خاصة في رمضان يعني الحمد لله فهذه الأشياء اللي نتمنى أنها ترجع أكثر ونتمسك فيها بشكل يعني الحمد لله ما يميز مملكتنا الحبيبة تنوع الثقافات الجميلة يعني منطقة الشمال لها قارة لها يعني طابعها في شهر رمضان أيضا المنطقة الغربية المنطقة الوسطى الشرقية وهذا التنوع في الحقيقة جميل جدا لمن شاهده والحمد لله وحنا على يد واحدة وقلب واحد أكيد. وبقيادة رجل حكيم سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائد الأمتين العربية والإسلامية آمين. ونسأل الله العلي القدير أيضا أنه ينصر جنودنا البواسل على الحدود أي والله آمين. الوطن وبهاليوم الفضيل وبهالعشر المباركة نسأل الله العلي القدير أن يثبت أقدامهم وهم بالتأكيد حماة هذا الوطن حنا اليوم في أمن وأمان ونطلع في برامج والناس تطلع اليوم في ساحة الجيري وغيرها في جميع مناطقنا في مناطق المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هالجنود اللي على الحدود الجنوبية يسهرون على راحتنا وحنا آمنين ما لهم منا للدعاء في كل صلاة وفي كل الله ينصرهم الله نقول للجميع أكيد ورجعهم سالمين غانمين آمين يا رب وسلاما لهم حقيقة وما شاء الله عليك يعني أوفيت لأنه حقيقة الله يؤجرهم ويحفظهم من كل شر ويأمن بلدنا آمين ويرجعهم إن شاء الله بالسلامة لأهليهم آمين يا رب العالمين طبعا هذه أكيد أمنيات يعني كل مواطن وكل مواطنة بإذن الله أنه ربي يحفظ بلادنا ويديم الأمن والأمان إن شاء الله وإن شاء الله سحابة صيف وتعدي بإذن الله ويرجع الخليج واحد مثل ما كان وأحسن خلينا نروح للسؤال بما أنك برضو أنا ماسكة عليك اليوم ماسكة عليه الأبيض والأسود أول دور مثلته اضطريت أخلي المخرج يعيد 60 مرة أعوذ بالله أي طبعاً لأنه رهبة الكاميرات نعم يا أستاذ فيصل طيب من ذا المخرج اللي تحملك 60 مرة لا طبعاً بالغ عاد ما طيب بس أنا يعني عداء واجب هم الحوم الحين شلون تحملوا يعني 20 مرة طيب 20 كان مسلسل اسمه اللي خذتها المدنية كان تصويره في البحرين والمنتج ومخرج طبعاً معروف في الساحة الفنية الأستاذ عبد الله المحيسن نعم كان دوري صاحب بقالة عنده أرزاق اللي احنا نسميه ارزاق هيل وسكر ورز وكذا وكان دوري مجرد اني اخذ بالمكيال واحط في كيس واعطي كيس واعطي واحد من الزباين واقول والله يوفقك ويرزقك ويروح هذا دوري كله يعني إيه؟ فكل ما قالوا اكشن الله توقف ما طلعت الكلمه نعيد الله يرزقك ولا يوفقك ولا يوفقك لا الله يوفقك طيب عيد فتعبت الحقيقة هذاك أول مشهد لكن يعني أنا أذكر أول مسلسل صورته بالكامل في الأسود والأبيض في محطة التلفزيون القديمة طبعا كان اسمه مقالب من الحياة هذا إنتاج فناننا الكبير المخضرم الله يقومه بالعافية الأستاذ عبد العزيز الهزاع وكان من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في ذلك الوقت جميل هذا العمل على ما اذكر عام 1402 هجريه الله يعطيك العافيه ابو صالح اي عام يا اخوي كذا كبرت نفسك احنا أيوة ساكتين ما جبنا طاري الاعوام الله يعطيك الصحه والعافيه ابو صالح الجميع الجميع الوقت داهمنا كثير تفضل يا عبد المجيد تفضل زميلنا عبد المجيد طبعا زميلنا عبد المجيد سلطان العلاقات العامه يقدم لكم هدايا بسيطه مقدمة من عبد الصمد القرشي نورتونا اليوم فناننا الجميل أستاذة كريمة نورتونا أعطيكم العافية وأيضا أم سعد اليوم سويت لنا دولمة أنتم طبعا مدعوين معنا لتناول السحور اللي قدموا لنا سلسلة مطاعم الناضج يوميا في ليالي رمضان طبعا وهذه سفرتنا إن شاء الله جاهزة إن شاء الله والدولمة حق أم سعد أكيد وحي الله ضيوفنا وحي الله مشاهدينا وننتظركم بكرة إن شاء الله في البجيري تكونوا معنا هنا في ساحة البجيري وتشاركوا معنا وتحصلوا على الجوائز إن شاء الله في أمان الله